وين راح ذا الحين؟ شو يسوي ذا داخل؟ ما ادري شو يسوي ذا داخل. خلنا نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. شو تسوي انت جالس انت؟ مرحبا. كيف كاتم نفسك كذا؟ برد يا ابو سعود، برد. كاتم نفسك؟ برد شو اسوي؟ ثاني اكسيد الكربون يا اخي، والله تموت، والله ما تدري عن نفسك، يجيك النوم. فين انفضه؟ دفايه؟ بردان دفايه، يخلها دفايه؟ اي دفايه. والحاره؟ برد. وكاتم نفسك؟ مكتوم بعد. تسوي؟ لا ما انت بصاحي والله. لا يهمك برد. لا والله ما انت بصاحي، والله ما انت بصاحي. ايش رايك؟ ويا اخواني يقولون كيف الواحد مات وهو مسكر على نفسه مختنق بسبايه بالدفايه. اي والله برد يا اخي. ينام الواحد ويدفى وشوي يدوخ، ها؟ برد. شو بسكرها؟ شو بقفلها؟ ينام شوي يلقونه ميت. شو اسبابه؟ اسباب الدفايه. اسباب الدفايه.